السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. تواصل الاتحادية الجزائرية هذه الأيام في التنقيب عن المواهب المتميزة خاصة مزدوجي الجنسية وخطفها قبل الجميع، فقد تم توجيه الدعوة من جديد للنجم أجعودي ماسيل المتألق مع نادي لاتسيو الإيطالي، وهذا للانضمام لصفوف منتخب الجزائر لأقل من 20 سنة المعنيين بتربص الفترة الممتدة بين 7 إلى 15 من شهر جوان الجاري، حيث أن أجعودي ماسيل من مواليد 11 جويلية عام 2003 وعمره حاليا 18 سنة فقط، وقد رفض المنتخب الفرنسي في سن مبكر ولم يفكر أبدا في تمثيل الديوك الفرنسية، وتكون في أكاديمية نادي لونز ثم انتقل إلى نادي لاتسيو الإيطالي. وتمكن الجزائري الأصل أجعودي ماسيل من تقديم 9 تمريرات حاسمة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ونال إعجاب مدربه كثيرا، ومن الممكن انتقاله لنادي يوفنتوس إذا اكتملت الصفقة بنجاح. واللاعب الجزائري يتميز بقدرته المذهلة في التصويب نحو المرمى بدقة كبيرة، وبما أنه لاعب متوسط ميدان فهو يقطع الكرات جيدا ويبني الهجمات ويساعد في الدفاع، وتجده في كل مكان في الملعب ولا يخاف أبدا من الالتحامات. كما تجدر الإشارة بأن أجعودي ماسيل كان سباقا في طلب تمثيل الجزائر قبل توجيه الدعوة له، وبعدها ظهر بأداء رائع في كأس العرب الماضية لأقل من 20 سنة، ونحن بدورنا نتمنى له التوفيق والنجاح وأن يتم تصعيده في أقرب وقت ممكن للمنتخب الأول. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.